قال مصدر عسكري سوري إن بعض الوحدات الهندسية التابعة للجيش السوري ستقوم بتفجير ذخائر وعبوات ناسفة من مخلفات الإرهابيين في منطقة الشولة بريف دير الزور. كان الطيران الحربي السوري شن غارات مكثفة على مواقع وتحركات لمجموعات إرهابية ترفع شارات ما يطلق عليه جيش العزة الإرهابي في ريف جسر الشغور المتاخم للحدود الإدارية لمنطقة الغاب بحما، الأمر الذي أدى إلى مقتل وإصابة العديد من الإرهابيين وتدمير عتادهم الحربي. أوضح مصدر أن الجيش السوري دك بمدفعيته ثقيل مواقع وتحركات للمجموعات الإرهابية شمال محردة وكفر زيتة بريف حما الشمالي، الأمر الذي أسفر عن مقتل العديد منهم وعن إصابة آخرين وتدمير عتادهم الحربي، ومنه عربات مزودة برشاشات متوسطة وثقيلة. للمزيد من التوضيح ينضم إلينا الآن الأستاذ سلمان شبيب رئيس حزب سوريا. أولا أرحب بك أستاذ سلمان، هذه الإنجازات التي تحدثنا عنها في سياق هذا الخبر ماذا تعني؟ هل هناك إذا عملية تصفية لمخلفات الإرهابيين؟ نستطيع القول أن مناطق عدة من الممكن أن تصبح في ساعات قليلة خالية تماما من هذه البقايا للعناصر الإرهابية؟ تحياتي لكم ولمشاهديكم الاعزاء. يمكن قول ان الجيش السوري وخاصه الوحدات الهندسيه تستكمل عمليه تصفير المناطق التي انسحب منها او تم تصفيرها من المجموعات الارهابيه من قبل الجيش السوري، لانه المجموعات الارهابيه دائما تترك وراءها تخلف وراءها عدد كبير من العبوات الناسفه من الاشراك من الغام، يعني دائما تترك وراءها من الاسلحه غير متفجره من الذخائر غير متفجره، فتقوم وحدات هندسيه دائما بالمناطق بتنظيف هذه المناطق من هذه المخلفات للمجموعات الارهابيه. هذه عمليه روتينيه تجري بشكل دائم في كل المناطق، جاءت في مناطق الغوطه في حوالي من عاصمه دمشق، جرت في المنطقه الجنوبيه تجري، جرت حتى الان تجري في ارياف حمص الشمالي التي انسحبت منها المجموعات المسلحه، تم اخذها من المجموعات المسلحه، تجري بشكل دائم. بالنسبه للعمليات العسكريه نستطيع ان نقول انها تشهد الوسط اعطت القياده السوريه اعطت فرصه للمفاوضات او المباحثات التي تجري بين الجانب الروسي الحليف والجانب التركي الذي يعني قدم كثير من الالتزامات والتعهدات، صحيح حتى الان لم يلتزم شيء، لكن نامل ان يقوم الجانب التركي بتنفيذ بعض التفاهمات الجديده. لذلك نشهد هذا الهدوء بالنسبه على العمليات العسكريه، الجيش السوري الان يقوم فقط باستهداف تحركات المجموعات الارهابيه المصنفه ارهابيا، نعم الجيش العربي وضبط النصفه، يستهدف التحركات ويستهدف الاجتماعات، يستهدف يعني نستطيع ان نقول ان العمليه مستمره، عمليه الرد على خروقات المجموعات الارهابيه لكن بهدوء ببطء اكثر، يعني لاعطاء الفرصه امام التفاهمات الروسيه التركيه عسى ان تنجح، نتمنى ان تنجح وان يتم اخلاء ابنها جوارها من المجموعات الارهابيه. شكرا لك استاذ سلمان شبيب رئيس حزب سوريا اولا. أعرب وزير الخارجية السوري وليد المعلم عن إعجاب بلاده بصمود الشعب الكوري في مواجهة محاولات الهيمنة والسياسات العدائية الأمريكية، وأكد تأييد دمشق في رفع الحصار الاقتصادي عنه، وأشاد أيضا بعلاقات الصداقة التقليدية المتميزة التي تربط بلاده بكوريا الديمقراطية منذ ما يزيد عن 50 عاما،
وإنجازات الشعب الكوري تحت قيادة الزعيم كيم جونغ أون. وخلال جلسة محادثات مع نظيره الكوري ري يونغ هو، عرض المعلم التطورات للأوضاع في سوريا والجهود التي تقوم بها لمحاربة الإرهاب الذي تتعرض له ومواجهة محاولات الهيمنة والعقوبات الأحادية التي تستهدف سيادتها وسلامتها الإقليمية وقرارها الوطني المستقل. للمزيد من التوضيح ينضم إلينا الآن هاتفيا من دمشق الأستاذ جورج جبور، مستشار رئاسي سابق. أرحب بك أستاذ جورج، كيف قرأت هذه التصريحات لوليد المعلم وإعجاب بلاده بصمود الشعب الكوري في مواجهة لمحاولات هيمنة أمريكية؟ نعم، لم تقولوا لي ما هو التصريح الذي تسألون عنه أستاذ جورج. التصريح الذي نسأل عنه خاص بي، وزير الخارجية السوري وليد المعلم الذي أعرب عن إعجاب بلاده بصمود الشعب الكوري في مواجهة محاولات سياسات عدائية أمريكية متجهة نحو الشعب الكوري، وأكد كذلك وليد المعلم في تصريحاته بأن دمشق تؤيد جدا الخطوات الكورية ورفع الحصار الاقتصادي عن كوريا، وأشاد كذلك بعلاقات طبعا الصداقة التي تربط سوريا بكوريا. ماذا ترى في هذه التصريحات؟ كيف تقرأها؟ بين سوريا وبين كوريا الديمقراطية علاقات ممتازة منذ عقود. هذه التصريحات طبيعية جدا. ليس في هذه التصريحات ما يفاجئ أحدا. الصداقة القديمة بين سوريا وبين كوريا الديمقراطية، والتصريح تأكيد لهذه الصداقة القديمة. طيب، يعني هذا التأييد لمواقف وخطوات كوريا تجاه الولايات المتحدة الأمريكية، كان يصاحبه أيضا جلسة مباحثات ما بين وليد المعلم مع نظيره الكوري ري يونغ هو، وتم عرض التطورات في سوريا والجهود التي تقوم بها سوريا طبعا لمحاربة الإرهاب. ماذا بشأن هذه التطورات؟ كيف تتابع هذه الخطوات على الأرض في دحر الإرهاب في مناطق عدة في سوريا؟ القوات المسلحة السورية تقوم بما يفرضه عليها الدستور وبما يبيحه بل يطلبه القانون الدولي. نعم، لكل دولة أراض معترف بها في القانون الدولي. في سوريا أراضيها، القوات المسلحة السورية عليها بسط سلطة الدولة السورية على كافة الأراضي السورية، وهذا ما تقوم به. يعني في ختام الحديث، محاربة الإرهاب في سوريا يأتي في ظل تحديات أيضا تواجه الشعب السوري ومحاولات أيضا للخروج من المشهد بحل سلمي. هل من الممكن أن تتوقع أي سيناريو قادم في المرحلة المقبلة، خاصة ونحن نتحدث عن اجتماعات قمة العشرين على سبيل المثال في اليابان التي سيكون بجانبها عدد من اللقاءات الثنائية كلقاء ترامب ببوتين؟ نعم، ثبت لا ريب تفاؤل يمكن استخلاصه من القمة التي ستعقد في اليابان. نعم، وهناك تفاؤل آخر تخلصه كثيرون مما جرى في اسطنبول منذ مدة لا بأس بها. وأنا أقول أن تقدم الجيش السوري في الشمال السوري سوف ينعكس ويترك أثره على انتخابات اسطنبول. ليست لدي دراسات عن الرأي العام التركي بل اسطنبولي خاصة، لكن لا ريب أن ما جرى في اسطنبول من انتحار مرشح أردوغان إنما كان في جزء منه نتيجة تقدم الجيش السوري في الشمال السوري. ولا ريب
عندما جرى في اسطنبول عندما هو تربط شديدة الوقع على سياسة أردوغان إذا سوريا. إذن هناك مصدران للتفاؤل، مصدر جرى التعبير عنه في انتخابات اسطنبول، ومصدر آخر هو ما يمكن أن يحصل من اجتماعات قمة العشرين ومن لقاءات بين الرئيس ترامب والرئيس بوتين وبين الرئيس ترامب والرئيس الصيني. شكرا جزيلا لك أستاذ جورج جبور، كنت معنا من دمشق المستشار الرئاسي السابق، شكرا على هذه القراءة في الأوضاع الحالية في سوريا وعلى هذا الربط أيضا ما بينها وما بين التطورات في تركيا. يواجه اللاجئون السوريون في محافظة داهوك بمخيم دومز في إقليم كردستان العراق ظروفا معيشية صعبة، خاصة بعد قيام عدد من المنظمات الدولية بقطع المساعدات عن مخيمات اللاجئين في المنطقة الكردية. المزيد في هذا التقرير. أكثر من 7500 عائلة سورية يستضيفها مخيم دوميز الواقع في محافظة داهوك بإقليم كردستان العراقي. ذلك المخيم الذي تم إنشاؤه عام 2012 لاستضافة اللاجئين السوريين الذين فروا من بلادهم بسبب الحرب، وأصبح أكبر مخيمات اللاجئين السوريين في العراق بعدما تمت توسعته عام 2013. اللاجئون تحدثوا عن صعوبة الحياة في المخيم، خصوصا بعدما قطعت عدة منظمات دولية المساعدات عن مخيمات اللاجئين في المنطقة. مرت 7 سنوات ونحن نعيش آلام الهجرة، نعيش آلام المخيمات، نعيش آلام على أمل العودة إلى بيوتنا، إلى ديارنا، في مناطقنا، في بيوتنا، في قرانا. وتقول مفوضية الأمم المتحدة للاجئين إن أزمة اللاجئين السوريين تزداد سوءا إذ يزداد أعدادهم بشكل كبير. ما يقرب من 71 مليون شخص اقتلعوا من منازلهم اعتبارا من هذا العام، ومن بينهم ما يقرب من 26 مليون لاجئ. هذا رقم ضخم لأنه ضعف العدد الذي كان لدينا قبل 20 عاما. ووفقا لمفوضية الأمم المتحدة للاجئين يوجد أكثر من 236 ألف لاجئ سوري يعيشون في إقليم كردستان العراقي. يعيش نحو 90 ألف لاجئ منهم في 9 مخيمات، 4 منها في دهوك و4 في أربيل ومخيم واحد في السليمانية.